نصبوا أوتاد خيامهم، افترشوا الصحراء منزلا لهم، وقرروا العيش هنا حتى خروج القوات السعودية من محافظتهم التي لا يرى أبناء المهرة أي مبرر لتواجدها على أرضهم. في أمن واستقرار، محافظة المهرة لا عندنا لا قاعدة ولا عندنا حوثي ولا عندنا حرب، ولا نحن محتاجين هذه المعسكرات أو شيء. ونشوف هذه المعسكرات بتقلق السكينة العامة وبتسبب وبتكون يعني سلبيتها أكثر من إيجابيتها للمنطقة. الغضب المهري الذي تشكل هنا دفاعاً عما أسماه أبناء المحافظة سيادة المهرة واستقلالها، أتى نتيجة لاستحداث القوات العسكرية موقعاً عسكرياً لها في مديرية المسيلة. وفق مصادر محلية، فإن أبناء المديرية رفضوا دخول الجنود السعوديين إلى الموقع المستحدث، معبرين عن خيبة أملهم من تعامل السعودية. احنا كنا أول شيء نتوقع أن السعودية والتحالف داعم للشرعية، وتفاجأنا أن التحالف من السعودية بتزيح الشرعية، ولأن هذه المعسكرات نحن قد تكلمنا في أكثر من مرة وقلنا التحالف العربي إذا بيدعم يدعم الأمن العام. كانت السعودية قد استحدثت ما يقارب 16 موقعا لها في أنحاء متفرقة من المديريات الساحلية لمحافظة المهرة، ويشعر سكان المحافظة أن التواجد العسكري الذي تم على أملاك خاصة بهم يقلق السكينة ويقيد حركتهم العامة، فضلا عن كونه يشكل خطرا على مصادر رزقهم الرئيسية مثل الرعي والصيد. يخرجوا مترسمين بالزام ولا أدري، وعندنا هنا النساء في تخوف اللي تروح مع المواشي، وهذه أغلبها هذه مراعي كلها وأرض خبط. الأربعاء الماضي كانت المهرة قد شهدت اجتماعا بين المجلس العام لأبناء المهرة والسلطة المحلية، تم الاتفاق فيه على إيقاف التوسع العسكري السعودي وتسليم المعسكرات المستحدثة للجهات الأمنية المحلية، لكن القوات السعودية هددت باستخدام العنف، مما جعل مراقبين يحذرون من تطور الأحداث باتجاه الصدام المسلح في ظل صمت الشرعية على ما يحدث. الأزمة بين السعودية وسكان المهرة بدأت مطلع العام الحالي مع انتشار قوات سعودية على امتداد الشريط الساحلي، في ظل أحاديث عن نية سعودية لبناء ميناء وأنبوب نفطيين في إطار طموحات لا علاقة لها بالسعادة الشرعية كما يقول أبناء المهرة.